إنك نثرع يوتي خسف اف إنك نثرع يوتي خسف اف I'm the great God who is not barred إنك or إنك إنك we can understand this meaning from the other Semitics that pronounce إنك or for instance in Hebrew أنوكي أنوكي which means I so إنك إنك I نثر آ نثر آ this is نثر God and this is آ great نثر آ I'm the great God نثر آ and this is determinative here إنك نثر آ I'm the great God يوتي خسف اف يوتي خسف اف يوتي is for negation that is not خسف to be barred he is not to be barred that he barred not so I'm the good God who is not barred إنك نثرع يوتي خسف اف إنك نثرع يوتي خسف اف means معناها أنا الإله العظيم أنا الإله العظيم الذي لا يحد الذي لا يوقف الذي ما يقفش قصاده حاجة يعني إنك أو إنك بس الأغلب إنك عشان السميات الأخرى غالبا أنا فيها بتبقى مضمومة في مختلف السميات إنك يعني أنا ونثر طبعا ده المخصص بتاع أنا أهو إنسان نثر إله يعني عظيم وده المخصص برضو للمعنويات طيب إنك نثرع أنا الإله العظيم يوتي هنا النفي طبعا خسف إف هو يقهر أو يعني يتوقف قصاده أو يتحد وهنا نفي لا يحد هو لا يحد أنا هو الإله العظيم هو الذي هو لا يحد يبقى إنك نثرع يوتي خسف إف أنا الإله العظيم الذي لا يحد